مساء الخير، ازيكم؟ الوصفة بتاعت النهاردة برجر فراخ، لا يعني اللي كل ولادنا بيموتوا فيها وبيعشقوها جدا وبيحبوا ياكلوها برا اكتر من البيت. هنعملها المرة دي في البيت بطريقة ناجحة ومضمونة جدا، واربع اسرار هقولك عليهم هتخلي البرجر بتاعك زي بتاع برا بالظبط. ولادك هيحبوه وهيحبوا ياكلوا دايما، ياكلوه في البيت اكتر من برا. وهتقدري كمان تعملي بيه السندوتشات بتاعت ماكدونالدز اللي بيحبوها، بس اتباع نفس الوصفات ونفس الطريقة اللي هقولك عليها، وهي هتنجح معاكي 100%. عشان الواحد يحس ان هو مراعي ضميره مع ولاده، بس ده كل الموضوع، يعني ان احنا نديهم اكل صحي ومضمون في البيت. اول حاجة زي ما انت شايفة هتجيبي نص كيلو فراخ فيليه، هتقطعيها بنفس الشكل. واول سر معانا في الوصفة دي هتجيبي ورك فرخة، ورك بس، هتخليه من الجلد والعظم كويس جدا، وتحطيه على صدور الفراخ اللي احنا الفيليه اللي احنا قطعناها. فايدة الورك ايه بقى يا جماعة؟ فايدته ان هو بيديكي مطة حلوة في الهامبرجر، وبيخليه ماسك نفسه كويس جدا، مش مفرول ولا مفتفت منك. فده اول سر. هنبتدي بقى نحطه في الكبة اللي هتفرمي فيها، وتحطي معاه معلقتين كبار دقيق، ومعلقة نشا كبيرة، معلقة ونص ملح صغيرين مش كبار، معلقة ونص ملح صغيرين، ومعلقة توم باودر، ومعلقة بصل باودر برضو صغيرين، التوم والباودر معلقة صغيرة، ومعلقة فلفل اسود صغيرة. والسر بقى التاني، هتجيبي معلقة صغيرة بيكنج باودر، برضو مهم جدا في الوصفة دي. وهنحط بقى معلقة صغيرة كاري. السر التالت بقى في الوصفة دي، وبرضو مهم جدا جدا، الدهون. احنا الفراخ اللي احنا حطيناها دي ما فيهاش اي دهون، فهنحط معلقه زبده كبيره، مهمه جدا انها تخلي الفراخ معاكي او الهمبرجر من جوه تحسيه زي طعمه حلو وماسك نفسه وجوسي في نفس الوقت، يعني هتديكي مزاج جميل جدا. الاسرار دي يا جماعه صدقوني انا مش جايباها من مخي ولا انا بخترعها، لا انا فعلا اتعلمتها زيكم وجربتها وفعلا نجحت معايا، علشان كده انا قلت هقول لكم عليها واعرفكم بيها زي ما انا عرفتها ونفعتني جدا في البيت. هتجيبي بقى الكبه، اهم حاجه برضو السر الرابع والاخير في الوصفه دي، ان الكبه بتاعتك تكون حلوه وكويسه جدا علشان تفرم معاكي فرم صح، وما تجيش تلاقي الكبه ما فرمتش صح فهتبوظ كل اللي انت عملتيه. هنجيب بعدين مكبس البرجر زي ما انتم شايفينه كده اهو. المكبس ده ممتاز جدا وهينفعك في البيت، وسعره مش غالي، حلو وسعره رخيص يعني جدا، وهينفعك قوي يعني. قبل ما تحط البرجر فيه، لازم في الخطوة دي تحط كيس جوه المكبس علشان ما يلزقش منك ويعك الدنيا معاكي. الكيس ده هيخلي شغلك نظيف جدا وحلو وما فيش عك ولا اي حاجة. زي ما انت شايفة انا حطيت البرجر جوه المكبس على الكيس، وتفضلي بايدك بقى تبططيها كده اهو زي ما انت شايفه، ومن على الجناب تسويها بالكيس، تمسكي الكيس من على الجناب زي ما انت شايفه كده بالظبط، تسويها علشان تطلع مدوره معاكي صح، ما تطلعش ايه متفتحه من على الجناب. الكيس بقى ده هينفعك كمان في ايه، في ان انت لو عايزه تخزنيها في الفريزر. وزي ما انتوا اخدت بالكم انا حطيت نص الكيس جوه المكبس والنص التاني بره، علشان اقفله بنفس الطريقه اللي انتوا شفتوها، عشان اقفل الكيس على باقي البرجر من فوق. هتجيبي المكبس بقى وتضغطي عليه من فوق على الكيس، بصوا طلع شكلها ازاي، كأنك يعني البرجر اللي هو بتاع بره بالظبط. بس شفتي بقى فايدة ان انا الكيس قسماه بالنص علشان اتنيه من فوق وتشيليها زي ما هي كده، لو حابة تخزني في الفريزر بنفس الكيس زي ما هي كده وتشيليها في الفريزر. عشان كده قلتلك تحطي الكيس نصين، نص جوه المكبس ونص بره. بس طريقة سهلة جدا وما فيهاش اي تعب ولا اي حاجة، ولا بتعك الدنيا ولا اي حاجة خالص. اللي حابب بقى يسويها في طريقتين، انا بحب الطريقة دي، اللي انتوا بقى بتحبوه يعني. انتوا عايزين تعملوها على الجريل زي كده، هتدهنوها بحتة زيت زي ما انتوا شايفين، وهتحط البرجر عليه بكل سهولة ومش هيعك معاكي برضو، ولا هيلزق في ايدك ولا هيتفتفت، لان احنا عاملينه بخطوات صح جدا، وهوريكم الطريقة ازاي دلوقتي. زي ما انتوا شايفين بقى البرجر اهو، بتقلبيه على ايدك، ممكن تحطيه يمين وشمال وتقلبي وتعدلي فيه، ماسك نفسه ماسكه كويسه جدا جدا، بصوا ما فيهوش ولا اي حاجه، واخد اهو شكل الشوم.
تحفة جدا يا جماعة. الطريقة التانية اللي أنا عايزة أقولكوا عليها، لو حابين تسووها مش على الجريل، هتجيبي طاسة عادي على النار وتدهنيها دهان بحتة زيت أو زبدة، دهان بس، مش تغرقوها في الزيت زي كأننا هنحمر بطاطس، لأ تدهنوها دهان بس، وتشوحوها بقى من العدلة والقلبة، تفضلوا تقلبوا فيها لغاية ما تستوي معاكم، ما فيهاش ولا أي حاجة، وبسيطة وطعمها تحفة جدا. ومش عايزة أقولكوا على ريحتها، يعني ريحتها قلبت البيت عندي. وابتديت بقى أعمل منها السندوتشات زي ما انتوا شايفين، جبت سندوتشات البرجر أو العيش الكايزر العادي، وجبت معاها الطماطم والخس وفلفل أخضر، اللي حابب بصل يحط، هتحطي كمان معاها جبنة رومي أو الجبنة اللي هي تشيدر السلايز، اللي انتوا حابين حطوه جوه الساندوتش ده. ابسطوا اولادكم، ابسطوا اولادكم، ابسطوا نفسكم يا جماعه، بصوا كانكم بجد مش هتحتاجوا تاكلوه بره تاني، وعاملين اكل صحي ومضمون لاولادنا، وهتتبسطوا كمان ان انتوا عاملين حاجه زي كده في البيت. يا ريت بقى اللي عجبته وصفاتي يشترك في القناه. انا اسمي منى وقناتي هناكل اونلاين.